In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. الحقيقة الوقت اللي احنا بنمر بيه ده دلوقتي بيفكرني بأحداث ما قبل الصليب وما قبل القيامة. فالسيد المسيح لما قال للتلاميذ ان انتوا بعد قليل لا تبصرونني زعلوا جدا، وسيد المسيح فضل يعزيهم ويقول لهم لا اترككم يتامى، انا هرسل لكم الروح القدس، انا هكون موجود معاكم الى اخره. لكن قال لهم كده لاني قلت لكم اني انطلق قد ملأ الحزن قلوبكم، قد ملأ الحزن قلوبكم. والحقيقة احنا نشكر ربنا ان الدير بتقام فيه الصلوات وان احنا بنصلي، لكن انا شاعر ان الناس عشان الكنائس مقفولة فعلا. الآية دي قد ملأ الحزن قلوبكم موجودة في قلب الناس، قلوب الناس الكتير. ما تتصوروش قد ايه ناس حزينة جدا ان احنا في الصيام الكبير وحتى من غير الصيام، ان هم مش قادرين يروحوا يصلوا ومش قادرين يروحوا يتناولوا. يعني هي حاجة صعبة، تجربة صعبة الكنيسة بتمر بيها. لكن ربنا ادانا رسالة تعزية في يوحنا 16 بعد ما قال لهم قد ملأ الحزن قلوبهم. فانا عايز اتكلم النهاردة على رسالة التعزية دي لينا، لان احنا حتى بالرغم ان احنا لينا اكسس وبنصلي وبنتناول، لكن اكيد شعرين باخواتنا، ما احنا اعضاء في جسد المسيح الواحد. مش معنى ان انا بتناول كده وبصلي قداسات ان انا بهز كتف ولا انا بتناول بقى يعني اشوفوا بقى انتوا ما بتتناولوش. لا طبعا، احنا قلبنا متألم، لان احنا زي ما بولس الرسول قال ان تألم احد بتتألم كل الاعضاء. فاحنا يعني انا شخصيا وانا واثق كل واحد منكم متألم وحزين ان الناس مش قادرة تصلي، ان الناس مش قادرة تروح الكنيسة، ان الناس مش قادرة تتناول، ان الناس مش قادرة تسبح وتعمل midnight praises وتصلي وتسوي عشية وتسبح في عشية. فاكيد كلنا متألمين، ولكن وسط الألم ده ربنا بيبعت لنا رسالة تعزية. فانا هقرأ جزء من يوحنا 16 وبعدين هتكلم على يعني تعزية في وقت الضيق اللي هي وعد ربنا لينا، بيزيكلي التعزية اللي ربنا بيديها لنا في وقت الضيق. من يوحنا 16 من اول عدد 16. بعد قليل لا تبصرونني. الكلام ده كان يوم الخميس، فبعد قليل اللي هو يوم الجمعة هيموت السيد المسيح على الصليب. ثم بعد قليل ايضا ترونني، اللي هو يوم الحد بعد القيامة وظهر لهم، لأني ذاهب إلى الآب، لأن بعد كده هصعد إلى الآب. وطبعا فترة ترونة نديا اللي هي من القيامة للصعود، بعد كده صعد. طبعا التلاميذ ما فهموش يعني قليل وقليل، فقال قوم من تلاميذه بعضهم ببعض، ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا لا ترونني ولأني ذاهب إلى الآب؟ فتسألوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه، لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم أعن هذا تتساءلون فيما بينكم، لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. ابتدى يشرح سيد المسيح قال لهم الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة بسبب الفرح، قد ولد إنسان لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، حزينة دلوقتي
ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علنيا ولست تقول مثلا واحدا. الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجاب يسوع: الآن تؤمنون. هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته، وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. والمجد لله دائما أبدين. تعالوا نشوف وعود ربنا المعزية في وسط الضيق دي. التلاميذ كانوا داخلين على مرحلة صعبة جدا جدا، وكلنا عارفين في المرحلة دي لما ابتدوا يقبض على السيد المسيح اللي هرب، مرقص هرب عريان، بطرس أنكر السيد المسيح، لم يتبع أحد السيد المسيح إلى الصليب غير يوحنا والمريمات. فكان وقت صعب، حزانة من جوه، خايفين من بره، وقت صعب بالنسبة لهم، والرياكشنز بتاعهم اختلف. الأنكر زي ما بطرس أنكر، بالرغم قال له ولو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، واختلفوا مع بعض في كل واحد في الرياكشن بتاعه. وأعتقد ده حالة العالم اللي من دول، في حالة خوف، في حالة بانيكينج، ناس مضطربة قلقانة، وفي نفس الوقت الحزن إن الناس مش قادرة تصلي، مش قادرة تروح الكنيسة. بانيكينج بعد ما تعدي الأزمة دي، الإيكونومي بيقع، احنا الناس اللي هتخسر البيزنس بتاعها، الناس اللي حصلها لي أوف ومش تشتغل، حزن واضطراب موجود في العالم كله، زي حزن التلاميذ. المسيح بالنسبة لهم كان هو السبورت، ربنا موجود معانا خلاص، جيد يا رب أن نكون هنا. فلما لقوا يعني تعرفين تلميذي عمواس لما كان بيتكلموا على السيد المسيح مع السيد المسيح قبل ما يعرفوه، قال وكان لنا أمل، كان لنا رجاء ان ده هيخلص اسرائيل، والرجاء ده تبدد. فالنهارده يعني في قلق، في قلق، في حزن، في اضطراب، في كل يعني حتى كنائس الديورة برضو في قلق على يا ترى هندفع المورجيج بتاعنا، هنعرف نغطي مصاريفنا، هنعيش ازاي. في قلق بلا شك، في قلق، في قلق لينا كلنا، يا ترى دي نهاية العالم، يا ترى فعلا الضيقة العظمى هي ده مبتدئ الأوجاع زي ما المسيح قال هتكون أوبئة ومجاعات، فاحنا داخلين على مبتدئ الأوجاع. قلق، هل القرارات صح غلط؟ هل القرارات اللي بتتاخد في الحكومة دي صح ولا غلط؟ هل قرارات قفل الكنائس صح ولا غلط؟ والناس مختلفة،
تتفرقون فيها كل واحد إن لخصته، كل واحد بفكره، كل واحد برأيه، كل واحد القلق بتاعه بيعبر عنه بطريقة مختلفة. ده الحال. فربنا وسط كل ده ادانا كم رسالة تعزية. أول رسالة تعزية إن ربنا سمى الفترة دي إيه؟ قليل. بعد قليل. قليل. فهذه الفترة مهما طالت هي قصيرة. مهما طالت هي قصيرة. قصيرة لأن لابد أن يكون لها نهاية. قصيرة لو قورنت بالأبدية. عشان كده قال خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. في العربي في علم البلاغة بيسموها مقابلة. يعني مقابلة؟ حط الثلاث كلمات دولت، خفة ضيقتنا الوقتية يقابلها إيه؟ خفة يقابلها كلمة إيه؟ ثقل. والضيقة يقابلها كلمة إيه؟ مجد. ووقتية يقابلها كلمة إيه؟ أبدي. فخفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. فدي أول نقطة تعزية لينا، إن مهما كانت الضيقة هي قصيرة. حتى لو دي الضيقة العظمى، ربنا قال ولكن لأجل المختارين سيقصر الله تلك الأيام. وإحنا من ولاد ربنا، إحنا اللي نؤمن به وماشيين في إثر خطواته، إحنا من المختارين، ولاد ربنا. لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. ربنا هيقصر الأيام دي. فالشطارة إن أنا أبص إلى ما بعد الأحداث، ما بصش للحدث، لأن الحدث مهما طال هو صغير وقليل ووقتي وقليل زي ما المسيح قال. اللي هيبص للحدث هيتعب، إنما بص وراء الحدث هتلاقي المجد والفرح والتعزية. مش كده ربنا ادانا تشبيه جميل قوي، الأم اللي بتولد. الأم اللي بتولد لو بصت على وقت الولادة، وقت مؤلم جدا جدا، وألام الولادة دي ألام صعبة جدا. إنما الأم بتبص إلى ما بعد الولادة، إلى الفرح إنها يكون عندها إنسان في العالم، طفل في العالم. نظرة الابن أول ما بيتولد، وهو أول ما بيتولد ده بيصرخ، تلاقي الأم، أنا شفت ده بنفسي يعني قبل الرهبانة لما كنت بشتغل طبيب، تلاقي الدموع نازلة من عينين الأم والابتسامة على وشها الاثنين في نفس الوقت، دموع مخدر الألم وابتسامة الفرحة وهي سمع صوت الأب. عشان كده احنا محتاجين ان احنا ننظر الى ما وراء الأحداث. و السبب الثاني ان ربنا وعدنا وقال انتم كذلك عندكم الان حزن، ولكن ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. الايه دي فيها ثلاث وعود. اول وعد ساراكم ايضا، الوعد الثاني وعد الفرح، والوعد الثالث أنه لا يستطيع أحد أن ينزع هذا الفرح مننا. سأراكم أيضا، ربنا موجود معنا، موجود معنا وقت الضيقة. يقول لك في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. ربنا لا يتركنا بالذات في وقت الضيقة. قال ها أنا معكم كل الأيام، قال ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. حتى لو انا مش شاعر بربنا، حتى لو انا بقوله لماذا تختفي يا رب وقت الضيق، هو مش مختفي. عارفين قصة الفوت برينت
هقولها لكم. فين القصة دي؟ بيقول لك يعني مش عارفها، قصة يعني خيالية مش حقيقية يعني. بيقول إن واحد كان ماشي يعني على الشط مع ربنا، وماشيين مع بعض ماشيين مع بعض ماشيين مع بعض، وهو شايف الفوت برينت بتاعت ربنا ماشي جنبه. وبعدين لما حصل ستورم كبيرة وكان الإنسان ده ممكن يتعرض للخطر للموت، اختفت الفوت برينت بتاعت ربنا. فاتضايق قوي وقال له لماذا تختفي يا رب وقت الضيق؟ فربنا قال له لا انا ما اختفتش، انا كنت شايلك في الوقت ده. الفوت برينت اللي اتشافت دي بتاعتي انا مش بتاعتك انت، انا شلتك انت في وقت الضيق. عشان كده شفت وان سيت اوف ذا فوت برينت. من اجمل الوعود بتاعت ربنا لينا في اشعياء اصحاح 66 اللي هو اخر اصحاح في اشعياء، وعد جميل جدا يمكن بعضنا ما ناخدش بالنا منه. يقول ايه؟ آية 12: لأنه هكذا قال الرب، ها أنا ذا أدير عليها سلاما كنهر. السلام ده يبقى زي نهر، ومجد الأمم كسيل جارف. يعني المجد ينزل عليهم زي السيول كده، سيول من المجد نزل عليهم. فترضعون تشبعوا، وعلى الأيدي تحملون، ربنا يشيلنا على ايديه، وعلى الركبتين تدللون. ايه ده؟ يعني ده ربنا كان واحد عيل على ركبته كده وبيهشتك كده بيدلعه، ها؟ ربنا قال لنا كده. فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون. هعزيكم وفرحكم بعد ما الضيقة دي تنتهي. لا أنا غلطان، في أثناء الضيقة دي هراكم فتفرح قلوبكم. في أثناء الضيقة دي هبقى أنا شايلك على إيديا وحطك على ركبي. عارفين لما يكون عيل صغير خايف فأمه تشيله تحضنه تحطه على ركبته وتقوله ما تخافش وتطبطب عليه، ربنا بيعمل معنا كده. فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعجب، وتعرف يد الرب عند عبيده ويحنق على أعدائه. كلمات معزية، أراكم أيضا. ربنا لا يتخلى عنا أبدا وخاصة في وقت الضيق. شوف كده كلنا في قلبنا ما بنصلي مرات كثيرة نقول إيه؟ في ضيقي إلى الرب صرخت فاستجبت لي. مرات كثيرة تتكرر، في ضيق صرخت إلى الرب فأخرجني إلى الرحم. ففعلا ربنا لا يتخلى عنا في وقت الضيق، وهو وعدنا وقال أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. ده الوعد الأولاني أراكم. الوعد الثاني فتفرح قلوبكم. رؤية ربنا مفرحة. يقول لك ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أحيانا لما احنا بنشوف مثلا أب مبارك كده، مجرد ما انت تبص وتقعد معاه شوية تحس قلبك فرحان، اتملى بالتعزية. كلنا شفنا الحكاية دي مع أبائنا مثلا الشيوخ في الرهبنة، أو واحد زي مثلا قداسة البابا شنودة لما كنا نتقابل معاه. مجرد الواحد يراه ويقعد معاه مهما كان الواحد محمول بالهموم، مجرد ما نقعد مثلا مع سيدنا ونقول له سيدنا الواحد تعبان من كذا وكذا، خلاص رؤيته بتدي سلام. فكان البشر كده، كم وكم مع الله، كم وكم رؤية ربنا تفرح قلبي.
الانسان اللي شعر بوجود ربنا هيبقى فرحان حتى لو اتجلد. ما التلاميذ يقول لك فراجعوا فرحين اذ حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، لان ربنا كان معاهم فكانوا فرحانين. بولس وسيلة كانوا بيهللوا في السجن، دانيال بيهلل في جب الاسود، الثلاث فتية بيهللوا في اتون النار. فمهما كانت الظروف رؤية ربنا مفرحة جدا جدا للقلب. فقال أراكم فتفرح قلوبكم، والفرح بقى ألا ينزع أحد فرحكم منكم. لا ينزع أحد فرحكم منكم، دي جميلة قوي. في نوعين من الفرح، في فرح جاي من جوه داخلي. الفرح الداخلي ده ثمر الروح القدس، محبة فرح سلام. في فرح جاي من بره، واحد متضايق كده يقول لك يعني ايه ارفع عن نفسي، اشوف لي حاجه كوميدي، اقرا لي نكتتين ثلاثه، فرح من بره كده. فممكن مثلا يقرا نكته ولا يسمع نكته يضحك شويه، يشوف حاجه كوميدي تضحك شويه، لكن تاثيرها ايه منس، وبعد كده يرجع تاني للهم اللي جوه. انما لما يكون الفرح من الداخل، فرح الروح القدس لا ينزع احد فرحكم منكم، ده وعد ربنا، محدش يقدر يشيل الفرح ده من قلبك. فهنا ربنا وعوده لينا ان الحزن بتاعنا هيتحول لفرح، انه هيكون موجود معانا مش هيتخلى عنا، هيرانا وقت الضيق ويقف معنا وقت الضيق. والحاجة الثالثة أن هذا الفرح هو فرح دائم، لا تستطيع أي قوى العالم كله أنها تنزع الفرح ده. والإنسان اللي داق الفرح ده عارف يعني إيه، أن قوى العالم كله لا تستطيع أن تزعزع هذا الفرح أو تنزع هذا الفرح من قلب الإنسان. ده مش كلام إنشاء، ده حقيقة. يعني أنا شفت في خدمتي حالات بيبقى فيها ناس مثلا اتشخصت بأمراض خطيرة، ناس فقدت مش هقول لكم واحد في حياتها، أكتر من واحد مثلا في حوادث، فقدوا 2-3 في حادثة من immediate family، وشفت إزاي ربنا معزي وإزاي ربنا إدى تعزية زي ما بيقول لا ينزع أحد فرحكم منكم. شفت الكلام ده بنفسي واشهد عليه. فوعود ربنا صادق، ده مش كلام للمتاجرة ولا التخدير، لا لا لا، ده كلام حقيقي. من يرى الله ومن يسكن الله فيه، الفرح بيكون فرح دائم ولا ينزع أحد هذا الفرح من قلب الإنسان. طيب ربنا برضو ادانا في الجزء ده another key علشان تساعدنا في حكاية الفرح وسط الضيق. احنا كتير في الضيق زي ما قلت في الاول ببص على الضيق وقاعد، المرض بينتشر، الفيروس بينتشر، يا ترى انا خدت الفيروس ولا لا، لا ده يمكن انا فعلا انا بكح اهو دلوقتي، انا سخن، ده انا. والانسان بقى ايه ابتدى يبقى موهوب. وانا اعرف ناس كتير من اللي اتوهموا وبعد كده راحوا عملوا، مش كتير يعني، وراحوا عملوا التحليل، نشكر ربنا ان كله طلع بوزيتيف، يعني كله طلع نيجاتيف، اسف يعني انا كنت اتمنى يطلع بوزيتيف، كله طلع نيجاتيف اللي انا اعرفهم يعني. بس ده بيبين قد ايه الواحد موهوب لدرجه طب اروح اعمل تحليل واشوف ويطلع نيجاتيف، نشكر ربنا ان هم نيجاتيف. بس انا عايز اقول لك احنا كلنا ايه مركزين على ايه، على الضيق، مركزين على الضيق. لكن انا برضو حاش فهمني غلط، ما بقولش لو انت سخن ولا لو انت بتكح انك تهمل الموضوع ده، ما بقولش كده، بس انا بقول في علاج تاني ربنا ادهولنا في انجيل النهارده. قال في ذلك اليوم لا تسالونني شيئا، الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم
من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. هشرح ديا إيه معنى الآية ديا وبعد كده نقول تأمل فيها شوية. قبل التجسد والخلاص لم يكن لنا ان احنا نستطيع ان نقف امام الله الاب، لان كان في عداوه بيننا ما بين الله الاب، فكنا في خصومه، فما كناش نستطيع ان احنا نقف نصلي لله الاب. كان لازم الصلاه من خلال ذبيحه، يعني تخش خدمه الاجتماع اول حاجه تقابلك ذبيحه، واخر حاجه تقابلك قبل الحجاب مذبح البخور اللي هو يرمز للصلاه. لما ربنا ظهر لسليمان في اخبار الايام الثاني يقول له قد جعلت اسمي على هذا البيت ويدعى بيت ذبيحه. ليه سمى بيت ذبيحه؟ لان ما تقدرش تصلي غير من خلال الذبيحه اللي هي ترمز الى ذبيحه المسيح. ومع ذلك كل الناس في العهد القديم ماتوا وراحوا الجحيم، فضلوا هناك لغايه لما خلص. انما النهارده انا بقف امام الله الاب وبصلي له مباشره من غير ذبيحه، لان المسيح قدم نفسه ذبيحه واحده فور ايفر. وذبيحه القداس الالهي ليست ذبيحه جديده، هي نفس ذبيحه السيد المسيح. مش كده في اوشيه الاجتماعات ابونا يبقى فرحان ومتهلل يقول بيوت صلاه بيوت طهاره بيوت بركه، مش بيت ذبيحه. العهد القديم كان اسمه بيت ذبيحه، انما في العهد الجديد ده بيت صلاه. مش كده قال بيت بيت الصلاه يدعى لجميع الامم. لما بيقول لجميع الامم ده مش على هيكل العهد القديم، هيكل العهد القديم كان لليهود بس، فلجميع الامم بيتكلم على كنيسه العهد الجديد هتتسمى بيت صلاه. فقبل السيد المسيح ما كانش لنا قبول لدى الله الاب، ما كانش لنا قدوم، مش قبول، قدوم لدى الله الاب. لكن زي ما بولس الرسول شرح في افسس، احنا الاثنين في المسيح اليهود والامم تصالحوا، وبه كلينا اليهود والامم من خلاله صار لنا قدوما لله الاب. ده اللي قصد المسيح لما بيقول الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي. باسمي ما اقصدش في اسم المسيح بس، لكن من خلالي، لأننا لا أستطيع أن أتقدم لله الآب إلا من خلال المسيح. فأنا أصلي لله الآب من خلال المسيح بالروح القدس، هو اللي بيقود الصلاة. يعني الروح القدس بيخدني في الصلاة، من خلال المسيح بقف قصاد الله الآب. فهنا سيد المسيح بيقول لنا في ذلك اليوم، أنه يوم يوم القيامة، يوم الخلاص، يوم كنيسة العهد الجديد، العهد الجديد كله، في هذا اليوم لا تسألونني شيئا، لأنه خلاص تمم وما زال يشفع لينا بدمه. فالحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي من خلالي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، لأن الفداء ما تمش، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. طيب انا شرحتها، خلينا نتكلم بقى التأمل. وقت الضيقة مهم جدا ان احنا نصلي، مهم جدا ان احنا نتقدم لله الآب في ابنه يسوع المسيح بالروح القدس عشان نصلي. ولما نصلي ربنا وعد قالها يكون فرحكم كاملا. مش بنتكلم على شركة الثالوث وبنتكلم على رؤية الله؟ طب نهرب ربنا ازاي؟ لو انا قاعد مشغول وعمال افكر في الضيقة هشوف ربنا ازاي؟ لكن لو انا ترقيت امام الرب، هو ربنا واقف على الباب بيقرع، لو انا ترقيت امام الرب وقفت امام الله الآب في ابنه يسوع المسيح بقيادة الروح القدس وصليت، فعلا قلبي هيمتلئ بالفرح. وده السبب اللي احنا اتفقنا فيه
ان يكون في الدير في صلوات مستمره 24 ساعه، كل واحد ياخد دوره في الصلاه دي، عشان يبقى في صلوات مرفوعه لمده 24 ساعه. فده مش بس يدينا احنا الفرح، انما يدي الفرح لكل المؤمنين في العالم. ربنا يملأ قلبهم بالفرح وبالسلام. الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي. وده العلاج اللي قاله لنا برضو بولس الرسول. بولس الرسول في فيليبي اصحاح 4 آية 6 و7، من اجمل الايات، هي مكتوبة لا تهتموا بشيء، يعني ترجمة الادق يعني لا تعولوا هم، يعني لا تقلقوا لا تضطربوا. بالانجليزي be anxious over nothing، يعني you should not have an anxiety، you should not be panicking over this. ده معنى الآية، لأن تهتموا الاهتمام كويس، لكن هي ما يقصدش الاهتمام، يقصد الاضطراب. لا تضطرب، لا تقلق لأجل شيء. طب يا رب، والناس اللي قلقان على المرض، والناس اللي قلقان لا يكون دي نهاية العالم، والناس اللي قلقان على الإيكونومي، كل القلق ده يا رب أعمل في إيه؟ أقول بولس الرسول يكمل، بل في كل شيء أنت مضطرب وقلقان من أجله وعايل همه، بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن تنباطكم لدى الله. وقف صلي، ادعي، اشكر ربنا في كل حال وعلى كل حال ومن اجل كل حال. خلي تنباطك معروفة امام الله. طب وايه النتيجة؟ قال لك وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقولكم وقلوبكم في المسيح يسوع. ليه العقل والقلب؟ لو الواحد يكون مضطرب يقول لك انا جايين صداع، مش عارف انام من التفكير، مخي خلاص هيفرتك من كتر التفكير، قلبي طابق عليا، طابق عليا ممكن يبقى يقول لك شورت اسبريس، انا عندي كورونا، بس هي مش كورونا، دي انكزايتي بانيك اتاك. فيقول لك قلبي طابق عليا، مش قادر اخد نفسي من المضايقه. عشان كده بولس الرسول قال لك ايه؟ قال لك يحفظ عقولكم وقلوبكم الاثنين في المسيح يسوع. يحفظ عقولكم وقلوبكم. كلكم عارفين الناس اللي اختبرت الصلاة. حنة لما كانت فننة بتعيرها ام صموئيل النبي، حنة راحت اشتكت لجوزها ما عرفش يريحها. ارتاحت امتى؟ لما دخلت صلاه، لما طرأت أمام الله. ده وقت الصلاة يا جماعة، ده وقت ان احنا نقف ونصلي، نصلي قوانيننا، نصلي تسبيحتنا، نصلي قداساتنا، نصلي صلواتنا الفردية. لازم يكون أمام الله في أيدي مرفوعة 24 ساعة أمام الله، لعل الله يترأف علينا ويرحمنا ويزيل هذه الضيقة من العالم كله. فأيضا الصلاة تاني باسم يسوع، يعني باسم يسوع نحن نقف أمام الله الآن في ابنه يسوع المسيح مقادين بالروح القدس. دي الصلاة. فقال كده تكون فرحكم كامل. أيضا نقطة معزية جدا، لما سيد المسيح قال ولست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت. برضو خليني أشرحها وبعدين نقول تأمل صغير فيها. يعني إيه لأنكم أحببتموني؟ مش مجرد أحببتموني وأمنتم، مش مجرد إن أنا أمنت عقليا إن المسيح هو ابن الله وقلت أنا بحب المسيح، لا دي مش معنى الآية، لكن معناها أمنتم وأحببتموني إنكم دخلتوا في شركة معي، صرت واحدا معي. هو ليه الله تجسد؟ ليه سيدنا المسيح تجسد؟ عشان نبقى واحد معه، عشان إحنا والمسيح نبقى واحد. مش كده ادانا جسد ودمه، من يأكل جسدي وأشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. طيب الله الآب يحب الابن وأنا في الابن،
فأنا في الابن محبوب لدى الله الآب. واضحة دي؟ يعني الله لأنه بيحب الابن، فلو أنا في الابن فأنا بقيت محبوب لدى الله الآب في ابنه يسوع المسيح. فهو ده الآب، الآب يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت. فهذه المحبة، المحبة الثالوثية، المحبة الثالوثية تفرح قلب الإنسان. هو فيه يا جماعة، شوف انت لما تحس انك محبوب تبقى فرحان قد ايه؟ فرحان كلنا لو احنا محبوبين نبقى فرحانين. طيب ولو الواحد محبوب مثلا من ال يعني استخدم تعبير كده من الريس بتاعه، يبقى اكتر واكتر نزقطت ان الريس بيحبني. طب وات اباوت بقى لو ربنا بيحبني؟ ربنا بيحبني، ده ربنا بيحبني. في مداحك ياك يقول العذراء ماسكة للثالوث، وبعض الناس اعترضوا على التعبير ده وقالوا ازاي العذراء حل فيها الابن بس. ف تعال نشوف كده الكتاب المقدس بيقول لنا ماسكة للثالوث ان مش بس العذراء، ده كل انسان مسيحي هو ماسكة للثالوث. مش ربنا قال كده؟ اول حاجة ان احباني ابي، ان احباني احب يحبه ابي، وبعدين ايه؟ واليه نأتي وعنده نصنع منزل. يعني الاب والابن، الاب والابن هيصنعوا مسكن فين؟ في الانسان ده. ان احبني احد، وزي ما شرحت احبني يعني اتحد معي، امن بي واتحد معي، يحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزل. طب والروح القدس؟ بولس يقول ألستم تعلمون انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ يعني انا الاب والابن والروح القدس ساكنين فيا، وساكنين فيا ليه؟ عشان بيحبوني. الثالوث القدوس يحبني، بيحبني وساكن فيا، وبقيت انا مسكن للثالوث. يا تتفرح قد ايه، تطمن قد ايه، روح مطمئن ده الثالوث القدوس فيا. دي تفرحني، تطمني، تديني سلام، تديني تعزية. قال كده لست أسأل الأب من أجلكم، الأب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت. أيضا الابن بدمه في شفاعة دائمة أمام الله الآب من أجلنا. فدي برضه تطمننا، الابن اللي هو شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية، الابن اللي هو فيما هو مجرب قادر أن يعين المجربين، الابن اللي هو احتمل الضيق على الأرض، هو في شفاعة دائمة بدمه أمام الله الآب. أيضا شفاعة القديسين، فإذ لنا سحابة من الشهود محيطة بنا، فالمحاضر بالصبر في جهاد الموضوع أمامنا. يبقى إذا في شفاعة والقديسين حوالينا بيقفوا وبيجاهدوا من أجلنا. نعرف كتاب المقدس لما دانيال كان confused، ربنا بعث الملاك أوبرييل، وبعد كده بعث الملاك ميخائيل،
يعني ربنا مش سايب ولاده، القديسين والملائكة حوالينا وهو يساكن فينا، عايزين ايه اكتر من كده؟ ايه اللي ممكن يطمننا اكتر من كده؟ ربنا بنفسه ساكن جوانا، نحن في شركة ثالوثية، وايضا الملائكة ارواح خادمة لخدمة العديدين ان يرثوا الخلاص. واذا لنا سحابة من الشهود محيطة بنا، فلنحاضر بالصبر في الجهاد المطعم. اخر حاجة في البراجراف اللي احنا قريناه، الجزء اللي احنا قريناه، ربنا بيقول قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام. انا شرحت لكم كل ده علشان يكون لكم سلام، بس خلي بالك ربنا ما قالش ليكون لكم سلام، قال ليكون لكم فيا سلام. يعني السلام فقط في المسيح، وانا ثابت في المسيح هاخد السلام. لكن لو انا فصلت نفسي عن السيد المسيح مش هاخد السلام. ليكون لكم فيا سلام. وبعدين قال آية جميلة، قال في العالم سيكون لكم ضيق. عارفين دي، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. تعرف مثلا لو انا جيت قلت لك ايه، جيت لطالب يعني قلت له انا عارف ان الامتحان اللي انت هتاخده ده امتحان صعب، بس ما تخافش انا نجحت في الامتحان ده، هقول لي طب وانا مالي هناك؟ طب انت نجحت بس انا لسه اخد الامتحان. لأول وهلة ممكن الآية كده، طب يا رب انت غلبت العالم، طب انا ايه ده يخصني ازاي؟ ازاي غلبتك دي انت تطمني انا؟ عشان المسيح غلب العالم لحسابي، عشان انا في المسيح انا غالب. تاني انا واحد مع المسيح، متحد معاه، فان كان هو غلب العالم يبقى انا في المسيح هغلب العالم، ان كان انتصر على الضيقة ابقى انا في المسيح منتصر على الضيقة، ان كان المسيح داس الموت فانا في المسيح هندوس الموت. فربنا قال لنا كده في العالم سيكون لكم ضيق، اوعى تتضايق لما تلاقي في ضيقة موجودة في العالم، افرح لان احنا في المسيح، احنا مش زي بقية الناس، احنا مختلفين، احنا المؤمنين لنا شركة مع المسيح، شركة حقيقية. فكل ما صنعه السيد المسيح صنع لحسابنا، ففي المسيح بقيت انا غالب، في المسيح بقيت انا منتصر. دي اللي بتشرح لنا الآية، في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم، انا غلبت العالم. ف دي تطمني ان انا في المسيح انا غالب للعالم. نصلي ربنا ان يرفع هذه الضيقة، نصلي ربنا ان يدي سلام للناس كلها، نصلي ربنا ان المرضى يشفيهم، وبأي مرض ان ربنا يكمل لهم الشفاء العاجل. نصلي ربنا ان الذين رقدوا سواء من المرض ده او من اي مرض تاني، الذين رقدوا في الايمان المستقيم ربنا ينيحهم في احضان قديسين ويعزي اهاليهم. نصلي ربنا ان يثبتنا في الايمان المستقيم ويدينا هذا السلام زي ما وعد، السلام اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم. نصلي ربنا ان يفتح ابواب الكنائس تاني وبسرعه، زي ما احنا بنصلي في التسبيحه ونقول للعذراء مريم افتحي اجعلي ابواب الكنائس مفتوحه للمؤمنين، زي ما احنا لما نيجي نقفل ستر الهيكل واحنا نقفل ستر الهيكل نقول اسجد يا رب سترك علينا، واجعل باب بيعتك مفتوحا امام وجوهنا في كل زمان والى اخر كل زمان. نصلي ربنا انه يعطينا ان احنا نرجع بسرعه ونحتفل بالافخارستيه،
نحتفل بالقداس ونحتفل بأسبوع نكمل الصوم الكبير ونحتفل بأسبوع الألام ونحتفل بالقيامة زي ما بنقول في القيامة ويرينا بهجة قيامته سنين كثيرة وأزمنة سلامية هادئة مديدة. نصلي ربنا إنه يزيل الضيقة دينا في أسرع وقت. لعنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.